طيب خلينا نروح نشوف تقرير مع احمد مصطفى، وهو مشجع اهلاوي هيتكلم طبعا عن حكايته مع فانيله النادي الاهلي، واعتقد ان هنلاقي معاه يعني تصميمات وتيشيرتات كتير للنادي الاهلي على مدار التاريخ. خلينا نروح نشوف التقرير ده ونرجع مره تانية. سنوات تمر، سنوات تتكرر، بالحق الان اعتقد اكثر في روح الفانيلا الحمراء، في بركات القميص الاحمر يا الاهلي، في اسطوره اسمه النادي الاهلي. الاهلي يرسم بسمه ويرسم دمعه، دمعه فرح في عيون المصريين. انا سعيد جدا ان انا موجود في بيتي، في البيت الكبير النادي الاهلي، وطبعا ده عمر كبير جدا من وانا عندي 10 سنين، سنه 86 و87 كنت بدات اجمع كل الحاجات ديت. وطبعا كان زمان كانت الحاجه ما كانتش متوفره، التيشيرتات ما كانتش بالوفره زي دلوقتي، وما كانتش سهل ان انت تجيب تيشيرت، كان في صعوبه جدا ان انت تحصل على تيشيرت للنادي الاهلي. بس الحمد لله كنت دايما بعافر واجيب فانيلات واكتب عليها ارقام واكتب اسامي النجوم، كابتن محمود الخطيب، كابتن طاهر ابو زيد. وطبعا بعد كده بقى بدات تنزل بقى الفانيلات، وبدانا ان احنا نجمعها ونروح بيها التدريب والماتشات ونخلي اللعيبه توقع لنا عليها، فذكريات جميله يعني. خليك شريف النادي الاهلي احسن فريق. انا عندي الهوايه دي اصلا في كل حاجه في حياتي عامه، ان انا احب ان انا كل حاجه احتفظ بذكرى منها، زي زمان مثلا كانت الالبومات، الشرايط، الكاسيت، الحاجات دي لازم احتفظ بذكرى ليها، فما بالك بقى النادي الاهلي. فلازم لما بتبقى عندي حاجه زي كده بتبقى هي ذكرى، يعني لما مجرد ان انا اطلع التيشيرت ابص فيه ديت بتحكي لي حاجات وبتحكي لي ذكريات عشتها في الاستاد، في التدريب، في مقابله نجم كبير، فدي بتحكي ذكرى، فهي بالنسبه لي هي عمري، هي اجمل ايام حياتي، يعني لازم ابقى محتفظ بيها، فلازم ابقى محافظ عليها، دايما بتتغسل في دولاب محتفظ بيها ما بتطلعش خالص يعني. في مجموعه طبعا كبيره قبل التيشيرتات ديت، دي زي ما حضرتك قلت كده اهوت، دي اللي فضلت معايا، لان برضو بيبقى في مع الوقت ومع المرور في حاجات بتضيع، في حاجات بتتهادى، في كده حاجات زي كده، لان طبعا ده تيشيرت النادي الاهلي مش اي حاجه. فدول المجموعه اللي فضلت معايا دلوقتي، فهنستعرضهم مع بعضينا كده اهوت. في دوت ده تيشيرت بتاع موسم 94 95، ودوت كانت البدايه مع كابتن ألان هاريس، كان هو المدرب. والتيشيرت دوت طبعا شاهد طفرة النادي الاهلي وعودة النادي الاهلي للبطولات بعد فترة، وطبعا كانت الفترة دي كانت ماتش الاهلي والزمالك سنة 93 والفوز 3-0 سنة 94. وفي عندنا تيشيرت تاني بعد كده، دوت تيشيرت بتاع موسم 97 98، وكانت شركة روش الألمانية مع راينر هولمان، وكان طبعا احتكار بطولة الدوري. في بعد كده التيشيرت ده مهم جدا، ده تيشيرت 2002 و2001 والفوز ببطوله افريقيا ابطال الدوري، دوري ابطال افريقيا، وبعد فتره طويله ما كناش خدنا البطوله من سنه 87. وبعد كده ده 2010، ده كان اديداس، برضو كانت فترة جميلة جدا في تاريخ النادي الأهلي. والتيشيرت دوت ده 2012، طبعا ده ذكرى كانت يعني مش ظريفة شوية، كانت تلعب بيه ماتش بورسعيد وشهدائنا رحمة الله عليهم. و2015 التيشيرت برضو اديداس،
وبطولة أفريقيا اللي خدناها من رادس من الترجي. وكرة خطيرة وكرة من وليد سليمان والهدف الثاني. الهدف الثاني وليد سليمان. الهدف الثاني بعد خطا كارثي في دفاعات النادي الأهلي اللي نقول يضمن البطولة. التيشيرت دوت ده 2015 سبورتا واللي فضلنا معاها لحد الموسم اللي فات، والتيشيرت الجديد إن شاء الله في الطريق بإذن الله. الأهلي يرسم بسمة ويرسم دمعة، دمعة فرح في عيون المصريين. سنوات تمر، سنوات تتكرر، بالحق الآن أعتقد أكثر في روح الفانيلا الحمراء، في بركات القميص الأحمر.